أنا بالنسبة لي عبد الله حمير القحطاني شاعر وإعلامي، سبق وأنا أصدرت مجموعة من الدواوين على مدار أكثر من 30 سنة. والله مبيت إني يتكلم طال عمرك عن القصائد الغزلية، القصائد الوجدانية، يعني مثله مثل أي دواوين شعرية اللي يحبونها الناس يحبون ذي، فهو توجهه أساساً قصائد وجدانية من الجميع. كل الناس اللي تحب قصائد عبد الله حمير وتحب شعره هديهم هالكتاب. الخطوة القادمة إن شاء الله نقول يا رب إنه نرتب على ديوان ثاني يكون أكبر شوي إن شاء الله على السنة الجاية أو اللي بعدها، ويكون في رصيد من القصائد إن شاء الله اللي تليق بالمتلقين. وجرير دائما سباقة لتقديم الأفضل، هي دعمت الكتاب المحلي والمؤلف المحلي ودعمت الثقافة ككل، فهي نبراس حقيقة والترتيبات أكثر من رائعة. وأنا سعيد بإقامة حفل توقيع كتاب مبيت النية في مكتبة جرير، يعني يشعر المؤلف أو صاحب الكتاب أنه يلتقي مع الناس بشكل مباشر. تعرف أحيانا لا يتسنى في معارض الكتاب، فمالك إلا مكتبة جرير لأنها هي بحد ذاتها معرض كتاب كامل، يعني ما يحتاج. شكرا شكرا لكم والأخ مسفر سبيعي ولجميع الأخوان في دار النشر وفي المكتبة جرير، من أكبر موظف إلى أصغر موظف، على هالاحتفاء وعلى هالحفل الرائع جداً.